مرحبا، معكم المعلمة نهال زعبي، تخصص علم المعلومات. موضوعنا اليوم عن التأثيرات الثقافية في العصر الرقمي، الجزء الثاني. ماذا سنتعلم اليوم؟ ما هي التغيرات الثقافية التي حدثت في العصر الرقمي وفي أي مجالات؟ مجال القراءة، مجال التعليم، مجال الصحة وأكثر. قراءة الكتب. قراءة الكتب عندنا صار عندنا تحويل كبير في قراءة الكتب من المكاتب العامة، أو عند كان في قديما الأغنياء اللي هي بس بيمتلكوا موسوعات كبيرة، تحولت اليوم اللي هي عن طريق الوسائل الإلكترونية، عن طريق التابلت، وهي كل الموسوعات والمقالات متوفرة عندنا على وسائل إلكترونية. الصحف الرقمية، عندنا الصحف الرقمية اللي هي قديما كانت طباعة أسبوعية لهي الصحف الرقمية، اليوم لكل صحيفة أو لكل شركة صحيفة موجود تطبيق خاص فيها اللي عن طريقها بتوفر المعلومات بداخلها. مخزن المعلومات. مخزن المعلومات كان انسيكلوبيديا عبريد، تحولت لويكيبيديا. ويكيبيديا موسوعة اللي هي بتقوم على حكمة الجماهير اثناء الرقابة والاشراف على المحتويات، اللي هي ترجمت لعدة اللغات. هناك مشاريع ويكيبيديا اخرى. مقالات أكاديمية، متوفر عندنا مقالات أكاديمية على المواقع العالمية مثل المكتبة العامة أو على جوجل سكولر. كسر حواجز اللغة والمكان، استخدام ترجمة جوجل بكل مكان ولكل أي لغة متواجدة عندنا، اللي هي بتساعدنا نصل لأي مكان بدنا إياه، نستخدم أي لغة اللي إحنا بدنا إياها. طرق تعليم وتدريس مبتكرة، التعليم عن بعد عبر الإنترنت، زي ما إحنا إسا شايفين في فترة الكورونا عم نتعلم عبر الإنترنت طريق برنامج الزوم. أمثلة على التعلم عن بعد، التعلم التعاوني، تعلم في أي مكان وفي أي وقت، تعلم عبر الإنترنت في أوقات في الأزمات والطوارئ. برامج التعارف عن طريق التعارف، الخدمات موجودة هنا. تقديم الخدمات الطبية الرقمية، تطبيقات اللي هي خاصة للخدمات الطبية مثل موقع الكلاليت أو مكابة أو موحدة. شكرا لكم.